أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة، وأسعد الله صباحكم دائما خيرا وبركة. سعداء أن نلتقي بكم دائما في صباح جديد من صباحات الشروق، وإطلالة دائما صباحية على مدى ساعتين من الزمان بعديد من الفقرات وعدد من الضيوف الأعزاء اللي حتناقش معهم حول عدد من المحاور المهمة، وعدد أيضا إن شاء الله من الفقرات الخدمية. وتجوانا كما عودناكم دائما في صباح الشروق في كل مكان في السودان عبر كاميرا صباح الشروق. هذه هي مجموعة من التحايا لفريق عمل اليوم إن شاء الله تتحقق من خلال حلقة اليوم مدعة الفائدة والمشاهدة. ابتدأنا على غير العادة بلحن الصباح مهداة لكم اليوم، ومباشرة أضيف إلى ضيفتي داخل الاستديو. نحيي دائما شباب السودان الواعد ومجهوداتهم الكبيرة جدا ونظرتهم الكبيرة للسودان المستقبل، الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون. عدد من المواهب تحتاج إلى صقل، وللتدريب أهمية كبيرة جدا في حياتنا. عندما نجد الشباب يتقدم محور التدريب ويكون دائما في الصفوف الأمامية من خلال الدورات التدريبية المختلفة ومن خلال المراكز المختلفة مثل إنشاء هذه المراكز، فهذا شيء محمود جدا. فتحيانا لكل الزملاء الإعلاميين وقبيلة الإعلاميين، وتحيا لكل الشباب الصاعد. إذن سأتواصل معكم ومع ضيفتي، لكن نذهب أولا ومعكم إلى الكنترول لنتابع أول تقرير معنا لهذا اليوم، ونعود لنتواصل معكم في صباح الشروق. ليس التاريخ وحده بإهابه وعباقه هو ما منح منطقة كابوشيا العراق والحضارة والصولجان، فطبيعة المنطقة وموقعها الجغرافي الاستثنائي ونسيجها السكاني المتفرد وإرثها وتراثها الثقافي الزاخر، كلها مقومات جعلت من كابوشيا منطقة تعيش حالة من التوهج والألق السرمدي الدائم. القصبة بدي في الحدب الغربانية أقام العبلة لذا فمن الطبيعي أن تظل كابوشيا بقراها وأحيائها ومجموعاتها السكانية منارة ومقصدا لمن هم حولها وبعيدا عنها، حتى صار الرباط والوثاق قويا والتواصل دائما نشوقا ودمرا. أما أصل الاسم كابوشيا ودلالته فهي نقطة افترقت عندها آراء المؤرخين وروايات أعيان المنطقة نظرا لتشعب اشتقاقاته ما بين كابوش وكوش وكوشية. ألم تعرف كابوشيا رغم وجودها القديم الحديث استقرارا إلا بعد الثورة المهدية؟ فأحداث التاريخ بالمنطقة كانت لها تأثيرات كبيرة في ذلك، سيما ما أعقب حريق إسماعيل باشا من حملات تأديب الانتقامية، غير أن المنطقة عادت بعد المهدية لتكون مستقرا لمختلف القبائل إلى جانب الجعاليين. يمثل سوق كابوشيا جزءا أصيلا من تاريخ المنطقة والولاية، فهو كان في سابق السنوات مركزا تجاريا واقتصاديا يفيد إليه مرتادون كثر من مختلف الجهات، لكن حركة التجارة بالسوق التي كانت تزدهر وتصل لذروة رواجها وانتعاشها في يوم الأربعاء لم تصرف إنسان كابوشية عن ممارسة حرفته الرئيس الزراعة في مجاربها. كان يشتغل بالتجارة، وتعد المنطقة مركزا ولائيا مهما لزراعة محاصيل ذات عائدات ومداخل مجزية. محطة سكة الحديد بكابوشيا كانت واحدة من أهم مرتكزات التوقف والانتظار في مسيرة قاطرات الخط الحديدي في محطات إقليمه الشمالي رغم قربها من مدينة شاندي، وذلك بفضل أهمية المنطقة وكثافتها السكانية وثقلها التجاري ونشاطها الاقتصادي. تراث كابوشيا وما حولها طغى عليه إيقاع الدلوك الساخن وأغاني الحماسة التي تحتفي كثيرا بقيم النخوة والرجولة والشهامة والإقدام. هريد عوادي الخيل ودابي كركرو صيادي ليك ما بشيل تقيل يا وذبرني خوي صاقعت هجاي بالليل. إذن منطقة بهذا الزخم والثراء الثقافي كان طبيعيا أن تكون ذات شأن عظيم، فقد تغزت بثقافتها أم درمان حتى صارت كابوشيا تعرف برحم الحقيبة في السودان، فشهادات المؤرخ المرحوم حسن نجيلة تعضد من هذه الحقيقة وتوثق لها.